أسعد الله صباحكم وطابت جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في منافسات وتحديات سن اللقاية وهذا الملتقى الكبير والمثير لشعارات الشيوخ والسعادة الحاضرة والمتواجدة في تحديات مستمرة في حضور متواصل في انطلاقات رائعة مستمرة حاضرة. لنبدأ معكم وبحضراتكم بالنداء في الصدارة ومع المركز الأول، لنتابع هيدمان على المركز الأول، تعود الملكية لهجوم الزبار والمتابعة في التضمير مع سالم بن سعيد بن دلهم من يقدم لنا هيدمان الحاضرة والمتواجدة في الصدارة والمنطلقة في البداية. المركز الثاني أتابع صبا على ثاني المراكز، تعود الملكية لهجن الشحانية والمتابعة مع المشاق محمد بن خالد العطية من يقدم لنا انطلاقة المركز الثاني. المركز الثالث نتابع مشاهدينا الكرام شعار هجن يوم الزبار مع المركز الثالث، يتواجد هذا الشعار ويتقدم مع انطلاقة نوايا من تحضر على المركز الثالث بدأت تتسلل إلى المركز الثاني. التضمير عند المحنك عبد الله بن علي بن سلام من يتابع لنا نوايا بعملية التضمير. المركز الثالث نرى القدوم من قبل الشهانية، تعود ملكية الهجنة الرئاسة والمتابعة مع العملاق سلطان بن محمد الوهيبي من قدم لنا الشهانية من حلقت في أجواء الشحانية وانطلقت إلى المركز الثاني في هذه اللحظات. لنتابع على المركز الثالث القدوم والوصول من قبل العاصمة من وصلت في هذه اللحظات وتقدمت بشعار هجن الشحانية بمتابعة جار الله بن محمد بن عقيل من يقدم لنا البرنس تحديات المركز الثالث. المركز الرابع نتابع القدوم والوصول مشاهدينا الكرام من قبل زمرة، تعود الملكية لهجن الشحانية والمتابعة مع سالم بن فاران بعملية التضمير. خامس الأسماء وخامس الانطلاقات وختام ندائنا الأول للمراكز الخمسة الأولى تحضر معنا حلم، تعود الملكية لهجن يوم الزبار والمتابعة مع الداب حمد بن محمد بن جرحب. هذه هي المراكز الخمسة الأولى، هذه هي الأسماء الحاضرة والشعارات المتواجدة في المقدمة وخلف الخمس. نتابع كوكبة من الأسماء والشعارات حاضرة بهذه اللحظات متواجدة لكن لم يحن موعد تواجدها في دائرة الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة. لنعود إلى الانطلاق الأول، لنعود إلى مقدمة ومقام الصدارة، لنتابع هيدمان الحاضرة في بداية هذا الانطلاق. تتواجد هيدمان ويحضر شعار هجن أم الزبار بمتابعة سالم بن سعيد بن دلهم من يقدم لنا مسيرة أول الأسماء. المركز الثاني نتابع زمرة الحاضرة والمتواجدة والمقدمة للإثارة بانطلاقتها بحضورها وبتواجدها من الجانب الأيمن، بدأت تتسلل بهذه اللحظات إلى المركز الأول بتقدم شعار هجن الشحانية بمتابعة سالم بن فاران المري بعملية التضمير. أتابع المركز الثالث القادم الشهانية بشعار هجن الرئاسة بمتابعة سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الرابع القدوم من قبل العاصمة الحضور أيضا بشعار هجن الشحانية والمتابعة مع جر الله بن محمد بن عقيل. المركز الخامس غادمة بهذه اللحظات شف أو هنالك صبا بهجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية وكذلك بمعية صبا تصل شف بشعار هجن الشحانية وبمتابعة المشاقب بعملية التضمير. هذه هي الأسماء مشاهدينا الكرام، بدأنا نقترب إلى خط النهاية، إلى خط الحسم، إلى انتزاع الناموس مع هذه الأسماء الكبيرة ومع هذه التحديات المثيرة ومع هذه السرعة الفائقة من قبل تحديات
وحلقات اللقاية وشعارات الشيوخ والسعادة نعود نحو المركز الأول مع افتتاحية الكيلومتر الأخير لنتابع زمرة على الصدارة، لنتابع شعار هجن الشحانية على المركز الأول الذهبي سالم بن فاران من يقدم لنا انطلاقة زمرة بهذا الأداء الكبير بدون التعليمات بدون أوامر. شوف القدوم أيضا والوصول من قبل العاصمة وشعار هجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل من يتابعها بعملية التضمير. المركز الثالث الشهنية لهجن الرياسة سلطان بن محمد الوهيبي من يتابعها بعملية التضمير مع المركز الثالث. لكن المركز الأول هذا هو منال الجميع، هذا هو مطمع الجميع، هذا هو الناموس الحقيقي حينما يكون الحضور مع تحديات الصدارة لمثل هذه النوعيات. زمرة خطفت الناموس، توجت بالمركز الأول، توجت بهذا الانطلاق الجميل. تهانينا والناموس لهجن الشحانية والتانية للذهبي سالم بن فاران المري من قدم وتابع لنا زمرة، من حققت هذا الناموس بالانفراد الجميل بالانفراد بالمركز الأول. تهانينا والناموس لجماهير هذا الشعار، لجماهير الأدعم على هذا الناموس المستحق. المركز الثاني الشحانية لهجن الرياسة المركز الثالث، وصلت العاصمة لهجن الشحانية المركز الرابع شعار هجن أم الزبار، والمركز الخامس شعار هجن الشحانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين والمتوجين بهذه المسيرة. تهانينا نزفها لهجن الشحانية من قدموا لنا زمرة، من خطفت الناموس وحققت المركز الأول. هذه لحظة الوصول إلى خط النهاية، معلنة الفوز والناموس 7:31.72 جزء من الثانية. تهانينا والناموس نزفها لهجن الشحانية، والتهنية للمضمر سالم بن فاران المري. المركز الثاني كان الوصول من قبل هجن الرياسة مع الشحانية 7:34.76 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرياسة، وتهانينا لسلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثالث كان الوصول من قبل عاصمة 7:35.33 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، تهانينا لجر الله بن محمد بن عقيل من قدم لنا العاصمة، من حظت على المركز الثالث. المركز الرابع وصلت هيدمان لهجن أم الزبار. المركز الخامس كان الوصول من قبل زيارة لهجن